حفظي. كيف حالكم؟ أنا بخير. الحمد لله أنا بخير. ما هو اليوم؟ الاثنين. الاثنين الثلاثاء. الثلاثاء. نعم. اليوم هو الثلاثاء. والطقس اليوم هل الطقس حار اليوم؟ ممطر. ممطر. حار جدا. حار جدا. ليس حار. ليس حار. طيب. هل هو ممطر؟ ممطر. طيب وماذا أرى؟ ممطر وبارد. كيف نكون وات؟ ممطر. أقول ممطر يعني ليس عندنا كلمة. وخيم. غائم. تقصد أيضا غائم اليوم صح؟ Is this thing recording? No. It's pointed directly at my head. Not Mushkila. Matt, have to read. I didn't even do my head. Have to read that page this Huna? Oh, fi ayu makan akhar? No, okay. Shukran. انا طبعا قمت بتصحيح الواجب واجبكم هناك بعض الملاحظات بعض الاخطاء انا وضعت هذه الاخطاء هنا وضعتها في هذه الجمل I put these errors in these sentences انا اريدكم ان تقراوا هذه الجمل وتجدوا الاخطاء read and find errors واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة طيب سنعمل في مجموعات في working group صح؟ أريدكم أنتم أن تأخذوا أول خمس جمل طيب؟ أول خمس جمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تقرأوا الجمل وتجدوا الأخطاء مع بعضكم together find the errors in the first five things. طيب أنتم هنا من ستة إلى عشرة. من ستة رقم ستة إلى رقم عشرة. والثلاثة أنتم الثلاثة من أحد عشر إلى خمسة عشر. طيب؟ طب سأخذه الآن. نعم من أحد عشر إلى خمسة عشر. أنا سأخذ الواجب. هل مع أي أحد واجب؟ إذا تقرأوا الجمل وتجدوا الأخطاء. So read and find the errors. هناك بعض الأخطاء الإملائية. Some spelling. بعض الأخطاء القواعدية. Some grammar mistakes. So not always, not all grammar, not all spelling. طيب. واجب. الواجب نعم. شكرا. هنا. هنا. هذا الواجب. هنا واجبي. هذا هو واجبك. هنا. هنا. لا هذا هو واجب. Here is my homework. هذا هو واجب. هذا. نعم. Oh, that was this is. Oh. هنا. I guess it's the same. لا هذا. كل هذا. طيب. نأخذ مثلا عشر دقائق. عشر دقائق. ستة إلى عشر. نعم. أنتم اقرا الجمل ويعني تجد الاخطاء اقراوها نعم من احد عشر صح اوكي انا ادرس عن الخسور الى شخاب انا ادرس I study in order to shahada in order to obtain a degree. No. So, but there's no to obtain khasur. Little khasur, that's right. Maybe suwa.
I looked up the word degree in the Al-Kitab glossary, and it said, Zahada. Zahada? Are they interchangeable, or is that a typo? I'll show you. Zahada. Vel, ha, del? Zah. Nope, nope, it's a sheen. Okay, never mind. Jeez. For some reason, I was like, watch, it's gonna be a sheen. And the wajib, it's lesser. No. But it would be, because the first one's second happened too. Yeah, right, now an adjective? Yeah, that doesn't make sense. Because there's possessive, my little sister. I think that's fine. Because it's full. What's the difference between? No. Is it alpha or alpha? My little sister. You don't need the alpha. You don't need the alpha because. Because the possessive, yeah, it's your little sister. The E makes it possessive, right? Wow. How long are these minutes? Kidding. Yeah.
نقوم الآن بقراءة الجمل و نحاول أن نجد الأخطاء معا. طيب أنتم من 1 إلى 5 صح؟ من 1 إلى 5 أنتم؟ طيب اقرأي الجملة الأولى بعد ذلك أنتم تقرؤون الجملة رقم 6 وأنتم الجملة رقم 11 من كل مجموعة نأخذ الجملة. So one sentence from each group. طيب؟ رقم 1 ممكن تقرأوا الجملة؟ أحمد نعم رقم 1 أحمد الفصيل على درجة البكالوريوس نعم أحمد الحصول على درجة البكالوريوس ما هو الخطأ هون؟ هل تعرفون؟ أحمد الحصول على إذن أحمد يحصل؟ يحصل درجة البكالوريوس أو على درجة طيب درجة البكالوريوس نعم يعني طبعا ممكن نقول يحصل أو سيحصل نقول في الحقيقة أو يعني نقول سيحصل أو حصل على و
ولكن يحصل يعني الآن وهذا ليس له معنى. It doesn't have a meaning here in this case. يحصل سيحصل أو حصل في الماضي in the past. صح؟ ممكن نقول هذا وممكن أيضا نقول أحمد يريد بعد يريد what comes after أن يحصل أو يريد الحصول. فممكن يريد الحصول. هل المرة السابقة last time we took this right after يريد comes what مصدر أو أن زائد الفعل. صح؟ طيب إذا أحمد يريد الحصول أو أحمد يريد أن يحصل أو ممكن أحمد سيحصل أو حصل يعني نفس المعنى تقريبا ولكن اختلاف الزمن. The difference is intense. طيب إذا رقم 6 شكرا. رقم 6 أسكن في الشارية الوسعة. نحن الآن في رقم 6 number 6. طيب أسكن الآن مرة ثانية first أسكن في الشارية الوسعة. أسكن في الشارع الواسع. نعم. إذا الخطأ هو ألف لام الواسع. نعم. نعم أنا أسكن أو أسكن ممكن صحيحة أيضا أنا أسكن أو أسكن في الشارع الواسع. الشارع الواسع ما معنى الواسع؟ واي. نعم واي. لماذا نقول الشارع الواسع؟ الصفة والاسم. Remember what we said about the adjective noun? They have to agree. نعم they have to agree. الشارع الواسع. أسكن في الشارع الواسع أو أنا أسكن. It's okay also to say أنا أسكن. Yeah. أنا أسكن في الشارع الواسع. إذا الخطأ هنا في الألف واللام. The problem here with ألف واللام. نحتاج الألف واللام في نهاية الجملة. رقم 11. رقم 11. من يقرأ؟ Do I say how it's written or the right? اقرأها وقل لنا بعد ذلك. Yeah, read it and then tell us how it's written. أنا أدرس للحصول على الشهادة. نعم. ما هو الخطأ? What's the error? للحصول. أنا أدرس للحصول على شهادة. Why للحصول? It's what? In order to. نعم لام الحصول. هل تتذكرون? Do you remember this? لا الحصول تصبح للحصول. كانت للحصول. We drop. لا نحتاج الألف. We don't need الألف. للحصول. صح. شكرا. بعد ذلك رقم 2 نرجع مرة أخرى إلى المجموعة الأولى. طيب كيف نكتب كم واضح؟ كف مين واو لا كم واضح؟ صح هذا هو الخطأ. كم واضح؟ شكرا. كم واضح؟ إذا هذه هي الكلمة الصحيحة. This is the correct one. What is that? كم موظف؟ هو موظف يعني. نضع الكام as مثل as an موظف. ما معنى موظف؟ employee. نعم موظف employee. So as an كم موظف؟ أنا أعمل كمحاسب في بنك. As محاسب أو مثلا كمعلم في كمدرس في المدرسة مثلا. So you add كم. نعم. Different than how much. It's like as. لا كم. I work as. هذه يعني لها معنى آخر. الكاف فقط only كاف وظيفة أي وظيفة موظف أو محاسب. Some sort of noun.
أو معلم أو مدرس أي وظيفة any job إضافة إلى الكاف be as طيب شكرا الجملة رقم 7 أظن أنا أهيب ذلك الشهادة إذا أنا أحب ذلك الشهادة إذا الخطأ في الألف واللام so you think it's ألف واللام but you need to add طيب الشهادة هل هي مذكرة أم مؤنث مؤنثة صح شهادة هل نقول ذلك لا ماذا نقول ذلك تلك أو هذه ممكن هذه يعني تلك الشهادة أو هذه الشهادة هذه هنا صح يعني قريبة close تلك هناك إذا نحتاج مع شهادة نقول تلك أو هذه ولكن لا نقول ذلك طيب وتعرف ولا مزوكي طبعا صحيحة تلك الشهادة يعني نتكلم عن شيء معروف وتكلم عن definite صح؟ تلك الشهادة طيب بعد ذلك الجملة التالية رقم 12 أصدقائي لبناني نعم أصدقائي اللبناني ها أصدقائي اللبناني يحبون شغل البيت. طيب ما هو الخطأ؟ مرة ثانية. الخطأ اللبناني. طيب ما هي الإجابة الصحيحة؟ ما هو الصح؟ لا تعرفون؟ طيب من يعرف؟ هي اللبناني صح هذه خطأ فعلا خطأ صح أنتم صح ولكن ما هي الإجابة الصحيحة What's the correct Oh good we are Oh نعم لبناني لا ألف لبناني لا ألف أصدقائي لبناني yeah. أصدقاء هل هي مفرد أم جمع Is it singular or plural طيب وهل هذه مفرد أم جمع Is this singular or plural So does it matter? You were right. Yeah, so you did conjugate the... نعم. Who knows? لأنها صفة، صح؟ Oh, yes. It's an adjective. It's not an adjective. ماذا نقول إذا؟ اللبنانيون. 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 It's like saying Lebanese. نعم. My Lebanese friends. صح. Instead of my name. No. Oh, but we'd say the same. اللبناني. اللبناني. جمع. كلمة جمع. مصري مصريون. سعودي ماذا؟ سعودي. أمريكي. أمريكيون. نعم. شكرا. عفو. But why olive lamb? That's what I'm screwed up on. أصدقائي. This is definite, right? Yeah. My Lebanese friends. Yeah. Remember what we said? الصفه تتبع الموصوف. So the adjective is always following the noun. If it has, if it's definite, then it has to be there. صح? I think we thought that it wasn't because we thought that the possessiveness on as the cutting, which I guess is really mistaken. Yeah, I don't know. I guess that's why we thought. You have to add definite also article to the adjective in order to agree with the noun. Okay. طيب؟ شو. نعم. بعد ذلك نرجع إلى الجملة رقم 3. أنا أهل عالم كل الطلاب اللعب. أنا أحب اللعب. اللعب كرة القدم. طيب ما هو الخطأ؟ كرة القدم
أنا ياسر كحف الطائرة. نعم. لماذا طائرة؟ إذن ما هي الإجابة الصحيحة؟ What's the correct؟ كرة الطائرة يعني كرة القدم. كرة الطائرة. تطير. كرة الطائرة. كرة الطائرة. فولي بول. كرة الطائرة. نعم. أنا إذا أنا أحب اللاعب كرة الطائرة. أنتم تعتقدون أن you think الخطأ هو في الطائرة؟ لا لا تعرفون. طيب لا مشكلة. من يعرف؟ أنا أحب اللاعب كرة الطائرة. من يعرف الإجابة؟ يعني ممكن أن ألعب، ممكن نقول هذا صح، ولكن ممكن نقول أيضا اللاعب أنا أحب لعب كرة الطائرة. أنا أحب لعب كرة الطائرة أو أن ألعب، لأن هذا مصدر، مصدر وبدون ألف ولا. لماذا بدون ألف ولا؟ Why not without ألف ولا؟ Because it's كرة الطائرة. It's already defined. We don't need ألف ولا. I like to play volleyball. It's definite this way. If I take this away, اللعب. In general. I like playing in general. أنا لا أنا أحب أن ألعب. ليس ألف ولا. This is the conjugation of the verb with أنا. أنا ألعب. It's not ألف ولا. That's okay. It's يعني تلخبط. But it's confusing. That's okay. So هل واضح هذا المعنى? Is this clear? No. Why not ألف ولا here? أنا أحب لاعب كرة الطائرة. كرة الطائرة. This adds some definition to the verb, then we don't need alif wa lam. You can say, أحب لاعب كرة الطائرة. If we don't have كرة الطائرة, and I say, remember what I said about alif wa lam? It's about something that is general, يعني an abstract notion, as they say. So if I say, اللعب, I like play, then we use alif wa lam. In Arabic, opposite to English, alif wa lam is used. We talk about something in general, like this, like the idea of playing. I like playing, أنا أحب اللعب. How can I say I like running? الجري. صح. أنا أحب الركض. I like reading. How can I say that? أنا أحب القراءة. We don't say أحب القراءة. Unless we say أحب قراءة الكتب. And this adds some definitions, but we don't need that point. Okay, now, نرجع مرة أخرى إلى الجملة رقم 8. نعم. زوجتي اسمها نهى. اسمها. اسمها. هذا الضمير مهم. ضمير ملكية, صح? Possessive pronoun. زوجتي اسمها نهى. Her name is. ولكن لا نقول زوجتي اسم نهائي. We have to have this pronoun attached to the to اسمها. Because it is like my wife's name. Well, it doesn't make sense. My wife, her name. My wife, her name. That's صح. Perfect. هذا ما نقول باللغة العربية. This is how we say it in Arabic. طيب. شكرا. طيب. جواب صحيح. بعد ذلك رقم 13. صغيرة تدرس في الجامعة المصرية. تدرس في الجامعة. الجامعة مصرية. Well, مصرية, but it's supposed to be مصرية. أختي الصغيرة تدرس في الجامعة. أنتم تقولون مصرية؟ طيب. الجامعة مصرية. المصرية هنا ماذا؟ هي
What is it? صفة. صح؟ الجامعة. تصف الجامعة. It's describing الجامعة. So in this case, نقول أيضا ألف ولام. الجامعة المصرية. نعم. أو or we say جامعة مصرية. Because هذا هو الفرق. Specific university. واحدة جامعة واحدة. مثلا في منطقة ما هناك جامعة مصرية واحدة. There's only one university in this place. الجامعة المصرية. The university, the Egyptian university. أكثر من جامعات كثيرة. There were many universities. I want to say just a university, an Egyptian university. في جامعة مصرية. طيب. لا ليست إضافة. الإضافة تكون مثلا جامعة مصر. So Egypt is definite. Egyptian is definite. Egypt's university. Because it will have this possessive relationship. But here it's not possessive. صفة ways. Just adjective. طيب. نرجع مرة أخرى إلى هذه المجموعة. أنا اجتمع صديقاتي كوريا وصلت رقم أربعة صح؟ اجتمع نعم. رقم أربعة أنا اجتمع صديقاتي كوريا وصلت. طيب إذا أنتم تقولون أنا اجتمع صديقاتي كل يوم السبت. طيب نعود هنا إلى يعني هم أضافوا الألف ولام. They added ألف ولام. That's what they did. ولماذا؟ سبت ولكن طيب كل يوم سبت. So كل يوم is what? إضافة. وسبت is إضافة. طيب. نعم. هل هذا السبت محدد? Is it a definite specific Saturday? لا. إذا do we need ألف ولام? Not in this case. We can use ألف ولام with سبت, but if it's a definite سبت. Here, any سبت. كل يوم سبت. So الخطأ ليس هنا. This is not the error. أنا أجتمع. The word أجتمع, what does it mean? ما معنى فعل أجتمع? We can figure out. أجتمع. To listen. أجتمع. To listen. Is to meet. Oh. But it's a, like a business meeting. صديقاتي ليس أجتمع مع صديقاتي. ممكن ولكن we need to have a meaning similar to أجتمع. Here. We say أقابل. أقابل is to meet. أنا أقابل صديقاتي. What is this? أقابل. ما معنى؟ أقابل. It's to meet. ولكن أقابل صديقاتي ما. ولكن أجتمع مع زميلي. I meet here with I'm my colleague at work. I say أجتمع. قاف ألف. قاف ألف باء لام. أقابل. قاف باء. باء نعم. أقابل. أجتمع was أجتمع. أجتمع was في العمل يعني. أجتمع في العمل. In business. Oh, that's more work. So this is more social. اجتمع مع المدير. من هو المدير؟ نعم. اجتمع مع الموظف. مع الموظفين. اجتمع مع الموظفين. Meet with the employees. أنا اجتمع مع الموظفين. ممكن اجتمع مع الطلاب أيضا. مع الطلاب يعني في المدرسة. ممكن.
لأنها مثل العمل، مدرسة مثل العمل. طيب بعد ذلك رقم 14. نعم. أنتم ما هي الجملة؟ 10. لا أنا أنتم انتهيتم صح؟ لا. أوكي تسعة. نعم زوجي. رقم 10. لا رقم 9. نعم هذه هي البناية الجديدة. ممتازة صح الجديدة. الجديدة البناية الجديدة لماذا؟ لأن البناية ألف ولام وجديدة ليس عندي ألف لام. صح ليس فيها ألف ولام. فيها ما فيها. طيب وأيضا لا تم مربوطة دميت وقريب. نعم تم مربوطة هنا وتم مربوطة هنا. صح ممتاز. بعد ذلك جملة التالية مجموعة الثالث. زوجتي تحب الطبخ. نعم والسفر. ممتازة. زوجتي تحب الطبخ والسفر. أيضا تحب هنا كما قلنا في السابق as we said before it's followed by يأتي بعدها ماذا؟ What comes after this verb تحبه؟ مصدر. طبخ صفر. Yeah. Oh, مصدر. Cooking and travel. No. Can we say it in a different way? She likes to cook. صح. And travel. And to travel. And to tusafir. Okay, that's the معنى تقريبا. Do you do it if you have three like that? Do you do and between each one of them, like tuhibu? نعم و طبخ والسفر والعمل وكل مع نضع و كل مع كل كلمة. طيب بعد ذلك نرجع إلى آخر جملة هنا. هل وصلتم إلى هذه الجملة؟ Did you reach this? هي أفضل صديقتي لأن هي تحب الرقص. هي أفضل صديقتي. ما هو الخطأ هنا؟ هي صديقتي أفضل. ممكن. هي صديقتي أفضل. ممكن. ولكن لأنها. طيب. لأن هي. لأنها. نعم هذا صح. لأنها. لأن هي ليس هناك لأن هي لأنها we attach the pronoun with لأن صح تصبح لأنها هي أفضل صديقتي. الخطأ هنا هي أفضل. So أفضل ما معنى أفضل؟ best. So best is followed by what جمع تحتاج جمع هنا we need a plural. صديقاتي هي أفضل صديقاتي جمع صديقة صديقات مذكر what's the pronoun the masculine of صديق لا جمع يعني صديق أصدقاء ممتاز صح ممكن أقول هي أفضل هو طبعا أقول سيكون هنا هو أفضل أصدقائي أو هي أفضل صديقاتي لأنها بعد ذلك زوجي جبان جيراني بسبب الشغل البيت إذا الخطأ هو ما هو الخطأ؟ What's the error؟ تعبان تعبان بدون التاء المربوط لا without. مربوطة بدون التاء المربوط جدا جدا is the same way but I don't know لا جدا is okay okay and الشغل al bayt does it have to agree shul al bayt it's an adafa it's the work of the house right
It's idaf. So do we need alif or lam? Do we need alif or lam? La. We don't need that. Because it is the work of the... La. Sure, we'll do it. Good job, Jasmine. Thanks. I am just one. I didn't mean to put it, actually. في اللغة العربية when الناس يعني تعرف أنك يعني تعرف النطق they know the pronunciation even if they don't see these marks so ولكن طبعا يجب أن أضعها هنا I was supposed to write طيب رقم 15 أظن آخر أكي يدرس في النهار 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 صح لماذا النهار جنرال النهار في الليل في الصباح في المساء we use ألف ولام with these notions النهار الصباح المساء العشاء أي وقت طيب إذا كل هذه كانت أخطاء في جملكم these were sentences I found in your writing يعني أتمنى أن هذا يعني يكون أجاب على كل الـ الأخطاء التي عندكم في الواجه يعني some of them of course not all of them طيب يعني كانت مراجعة this was all only review الآن اليوم سنتكلم عن الطعام ما هو الطعام الطعام نعم أنواع الطعام أنواع الطعام ننظر إلى هذه الصورة طيب ننظر إلى هذه الصور أنواع الطعام طيب هذه انواع الاطعمة المعجنات هي المعجنات هي الاطعمة المصنوعة من العجين food made from dough معجنات نقول عليه من العجين كلمة عجين تعني dough عجين المعجنات يعني مصنوعة من العجين made from dough هذه هي الأكلات المصنوعة من العجين مناقيش كيش نعم خبز خبز نعم خبز بالزعتر time with bread they call it مناقيش it's called مناقيش مناقيش أريدكم أن تكرروا ورائي I want you to repeat after me so you can practice saying طيب مناقيش 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 طيب بعد ذلك فطيرة جبنة فطيرة جبنة فطيرة تعني باللغة الإنجليزية pie فطيرة وجبنة ما معنى جبنة butter cheese فطيرة جبنة يعني كانت قريبة فعلا أنا ممكن أعطي كل مجموعة يعني كل اثنين نسخة من هذه الأوراق I don't have copies for everyone though but some of you أنا أعطيكم الآن الصور لهذا I don't
from pirates. I'm a cheese. That sounds amazing. Sounds like pizza. Tom. كل هذه الأوراق يعني أنتم معا هنا أنتم أيضا تأخذوا هذه طيب وأنتم هنا معا ممكن تأتي تجلسي بجانبكم إذا فطيرة جبنة فطيرة جبنة طيب فطيرة ما معنى فطيرة باي فطيرة نعم فطيرة جبنة فطيرة سبانخ فطيرة سبانخ فطيرة سبانخ ما هي فطيرة السبانخ سبانخ ممتاز سبانخ بان صح نعم سمبوسة 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 جبنة سمبوسة جبنة في داخلها يوجد جبنة سمبوسة جبنة توجد هذه هذا نوع طعام موجود هنا في مونتريال في شارع البرادو هناك مطعم عربي كثير عندهم هذه السمبوسة يبيعونها يعني so, اسمها سمبوسة also this made from dough they shape it like this like triangle stuffed with cheese سمبوسة That's what we call سمبوسة. طيب. أيضا هناك سمبوسة لح. سمبوسة. وسمبوسة لا هذه مثل This is the same as this one. So forget about this one. سمبوسة لح it is made from meat. صح. إذا سمبوسة جبنة وسمبوسة لح. و فطيرة سبانخ. سبانخ. فطيرة جبنة. مناقيش مناقيش طيب ما معنى مناقيش ما معنى مناقيش كيش مناقيش زعتر وخبز thyme and bread the word itself in Arabic means decorations because it looks like decorated on a piece of bread decoration on a piece of bread طيب sandwich هذا ما يقولونه نعم ساندويتش ساندويتشات الجمع يعني ساندويتشات إذا ساندويتش شيش طاووق شيش طاووق نعم شيش طاووق يعني اللحمة مشوية grilled chicken فراخ مشوية أو دجاج مشوي يوضع في ساندويتش إذا This is what it is. Sandwich shish tawu. Okay? What is shish? This word is not Arabic. I don't think it's an Arabic word. I think so probably Turkish. Chicken chops. But they call it shish tawu. A shish is the skewer itself. Tawu, I think it has a meaning with the fish. It might be related to chicken because this is it's a chicken meat. Why is it kebab? ليس كباب لا ليس كباب دجاج. So we think of as a kebab. نعم. Is a sheesh. الشيش هو ال 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 ال. Skewer. نعم. Right. الكباب هي اللحمة نوع اللحم. The kind of meat is kebab. Oh. نعم. الشيش is the skewer. طيب. شاورما فراخ. شاورما فراخ. أو شاورما دجاج. Or they can say شاورما دجاج as well. شاورما نعم ما معنى شاورما؟ It's a show yes it's a you delicious cook the meat شاورما فراخ أو شاورما دجاج ما معنى فراخ؟ مثل الدجاج it's like chicken It's probably pigeon. Shawarma itself yeah. is so what is it? Shawarma هو طبخ اللحمة بطريقة معينة. The way you cook the chicken itself. It's a style. So like you okay. make this shawarma. مثلا. Method of cooking.
شاورما لحمة. قطعة كبيرة من اللحمة. Big piece of meat. Oh yeah, it's. They put it like this, and they there is a grill here. شواي. وهذه تدور. Like. وفوق هنا يوجد قطعة من الدهن. Big piece of fat. So it تنزل على الشاورما وتصبح هذه تسمى الشاورما. Not that big. هذه هي الشاورما. This is the kind of meat. When you see it, this that means هو معنى أنهم يعملون هنا أو يطبخون. That means they make شاورما لحمة أو شاورما. شاورما لحمة مثل هذه. نضعها أيضا في الخبز. نعم. أو شاورما فراخ أو دجاج. طيب. Meat, beef, sometimes it's beef, sometimes it's lamb. I would say beef most of the time. Pork. I'm not, ولكن طبعا تختلف. It might differ from one. فلافل. ممكن أيضا سندويتش فلافل. صح؟ تعرفون الفلافل؟ لا. نعم. هذه هي الفلافل. أو سندويتش فول. نعم، beans، فاف beans. هذه هي السندويتشات إذا، ها، سندويتش شاورما فراخ، شاورما فراخ، فول، فول، فلافل، شاورما لحمة، شاورما لحمة، شاورما لحمة، شاورما لحمة، سندويتش شيش طاووق. Sandwich. We actually add sandwich before all these. Sandwich fool, sandwich falafel, sandwich shawarma lahma, shawarma frakh, or sandwich shawarma. إذن نذهب إلى بعد ذلك. أطباق. طبق. ما معنى طبق؟ طبق. طبق. Oh. A plate. طبق. الجمع أطباق. أطباق. نعم. طبق. طبق. أطباق. Tables. ها؟ نعم. Table. No. Plates. 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 طبق. طبق أرز بالكبد والكلاوي. نعم. ما هي الكبد والكلاوي؟ It's not nuts actually. الكبد هي ال the liver of the chicken. والكلاوي كبد. liver و طبق. أحبه. طبق بأرز بالكبد والكلاوي. أو ممكن طبق أرز فقط. It can only be أرز فقط. Without kibbutz, we do livers, liver and kidneys. Which one is which, sorry? Kibbutz is the liver and kalawi is kidney. Sounds like kibble. Nah. Sounds like kibble. Kibbutz wal kalawi. طبق شوربة. تعرفون الشوربة صحيح؟ نعم. طبق معكرونة بالصلصة. ما معنى صلصة؟ لا تعرف المعنى. طيب طبق سلطة. طبق سلطة. هذه السلطة التي إذا ما اسم هذا؟ طبق أرز. أرز. كبد والكلاوي. طبق شوربة. شوربة. سلطة. مكرونة بالصلصة. نعم. مشويات الآن. أطباق مشويات. مشويات. نعم مشويات. جريل. جريل صح. أطباق. 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 نعم جريل ديشز صح. كفتة. كفتة. طبق كفتة. كفتة. ما معنى كفتة؟ Oh, it's a type of
meat? No, it's sorry, beef. It's made this way. Meat, beef, cooked like this, on skewer, sorry. كفته طبق كباب طبق كباب هذا هو الكباب this is the kebab meat kebab the way they cook they make the meat see this is a this is grind ground this is not you're not نعم في الشيش نعم ولكن هذا يسمى شيش كباب هذا هو شيش كباب this is the شيش كباب شيش كباب they put it in this and they fill it right ويشكونا طبق دجاج مشوي طبق دجاج مشوي جيد جيد صح طبق شيش طاووق طبق شيش طاووق نعم نتكلم عن شيش طاووق we talked about this right شيش طاووق ساندويتش شيش طاووق أو طبق يأكلونه ساندويتش أو طبق they eat it this way or this way في طبق in a plate أو في ساندويتش in a سلطة مشوية سلطة مشوية أنا لا أعرف سلطة شيش كباب أنت مع الكباب مثلا لا فقط سلطة أنا لم أكلها أين من تونس تونس أنا لم أكلها لا أعرف سأجربها I'll try طيب شكرا طيب إذا هذا هو ماذا كباب شيش طاووق دجاج مشوي طبق كفتة 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 وعندي سؤال تفضل في كلمات طاووق طاووق why isn't there like a shatta instead of هي كلمة ليست عربي it's not an Arabic word that's why it is different What kind of word is it? أظن تركية. Oh, Jesus Christ, what's that? أطباق مشويات أخرى. Turkish. More. Oh no, what kind of mashwiyat? حمام مشوي. That's pigeon. That's pigeon. That's pigeon. That's pigeon. حمام مشوي. That's my fish's name. نعم. طيب حمام مشوي. I have a fish name. حمام. وهذا شاورما لحم. إذا الشاورما ممكن ممكن أن تكون ساندويتش وممكن أن تكون في طبق أيضا شاورما فراخ نعم وبطاطس محمرة محمرة بطاطس محمرة طيب إذا ها ما هذا حمام مشوي ما معنى حمام؟ What's pigeon. Pigeon. Mishwi is grilled. It's grilled pigeon. It's a pigeon. نعم. We want to eat it. Well. طيب إذا. Fed dog. It's the same thing. طبق ها. شاورما لحمة. شاورما لحمة أو شاورما لحمة ها. شاورما دجاج. شاورما دجاج و. بطاطس مقلية. مقلية أو بطاطس محمرة. ممكن أقول عليها بطاطس مقلية أيضا ممكن أقول عليها بطاطس مقلية الحلو عندي سؤال تفضل حمام تدخل معنى pigeon wild bathroom حمام لكن حمام is a little different هو متقارب في النطق very close to the pronunciation ولكن طبعا حمام is the bath حمام is الطائر نفسه أو الأكل. Be the bird or the type of this food يعني pigeon itself. Yes. As a plate. حمام مشوي. صح. Does it spell the same or is it owl switch? لا هناك نعم نفس النطق نفس الهجاء نفس الهجاء. لكن حمام.
حمام بدون شد. طيب. حمام. حمام. Bathroom. حمام pigeon. حمام. Better be careful what you. نعم. For. أنا أريد حمام. نعم. الحلو الآن ماذا نقول على الحلو؟ حلو. ما هو الحلو؟ نعم. Sweets. Desserts. كريم كراميل. كريم كراميل. مثل اللغة الإنجليزية كريم كراميل أو أرز أرز باللبن أرز باللبن أرز باللبن ما هو الأرز باللبن؟ نعم رايس باللبن طيب وهناك أشياء أخرى مثل بقلاوة وهناك أشياء أخرى مثل كنافة هل تعرفون الكنافة؟ كنافة وبسبوسة وأشياء أخرى كثيرة ولكن هذه فقط أنواع يعني قليلة ماذا نريد أن نعمل الآن؟ So, على عندكم أي سؤال؟ أي سؤال؟ طيب إذن نتدرب الآن على أريدكم أن تتدربوا قليلاً خمس دقائق وأنتم هنا وأنتم أيضاً واحد منكم يمسك الصورة والآخر يقول ما هي. So one holds the picture and the other one tries to guess what it is. You have one with answers and one without answers. طيب؟ صح يعني عندكم صور فقط. You have only one has images only and one that has images with answers. So أنا أقول مثلاً لمثلاً أنا أقول لسهند يا سهند. ما هذا؟ من المعجنات ما هذا؟ سمبوسك 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 جبنة سمبوسك لحم وسمبوسك جبنة هذه جبنة سمبوسك على الإنجليزي سموسة نعم أظن سموسة طيب سموسة some kind of champagne drink إذا نتدرب الآن نتدرب let's practice this يلا خذ هذا أيضا لك يا مات شكرا طيب إذا أسألوا بعض أسئلة تدريسة ما هذا إذا لا تعرف if you don't know just what would you Which one would you? I. لا قل لهم من ما هذا ما هذا ما هذا لا قل لهم ما هذا هذه قهوة أنا لم نأكل القهوة we did not go with that طيب هناك شيء سودا شيء أخير مشروبات this is missing what مشروب قهوة تركي قهوة تركي وشاي بالنعناع شاي بالنعناع القهوة تركي is Turkish coffee Turkish coffee شاي بالنعناع منتي شاي بالنعناع 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 شاي بالنعناع بالنعناع يعني مثل القهوة التركية So that is one mint. Turkey is Turkish. Those are the only two of them. Occasionally, they call it Arabic. Okay. أنا؟ لا. لماذا؟ إذا؟ يا جاسمين. من أصل؟ من أنا أنت؟ هل تحبوا كيف نقول فيولا؟ دولة؟ ششكباب؟
بالرقم بالدجاج بالرقم بالرقم أحيانا نقول عليها قهوة عربي صحيح مختلفة قليلا ولكن يعني نفس الشيء شيش يا حبيبي شيش طواق هل صفا دجاج هل يعرف مش We used to do the stupid exercise all the time in class where we would, that's literally what we would say. Okay. Like somebody would have to shout out something and then like what am I? Hey, mush. Burrito. Yeah, burrito. شاورما شاورما لحمة شاورما لحمة مشي أين الإجابات؟ Where is the key؟ sandwich لحمة That sounds so non-specific. You don't have to like specify which meat it is. You can just say لحمة. هم يعرفون يعني it's no. لحمة is meat. شاورما. No. It's not gonna be pork, so they'll be like, I'll take it. Meat. Just whatever meat you got. هي تكون عادة beef. But you just think people wouldn't say, I like the one with meat, please. Like, nah, for الحقيقة, this is exactly what they say. Really? No. Is it usually there's only one kind of meat? Beef. Nah. Most of the time. تختلف. أحيانا في بعض البلدان مثل العراق مثلا والكويت وهذه البلدان يأكلون الخرفان they eat sheep more than beef so they eat lamb I mean more than beef but في مصر مثلا وليبيا وبلدان هذه البلدان يأكلون اللحم البقري chicken they eat the beef yes so it depends on like what the more common one is yes so common order they kind of know what to expect they know what's coming it's not going to be camel or anything ممكن يكون oh shit Yeah. You have to, but I can not. Oh, I'll be fine. You don't have to just eat camel a lot. I don't think I tried it before. Oh. It's not very common. Remember, my friend said it was very extreme. It is. It's the same. What is this place? Shawarma Dajaj. Well, I know the judge, but what is the chicken shawarma? No, chicken shawarma. Chicken cooked in a certain way. Oh, is it shawarma? Like this? Oh, that's strange. Yeah, shabab. Oh. Okay, shawarma. Watermelon. Shawarma. Ola, so, did you have shawarma? Right. Shawarma. Cream caramel. Hamam. Harim caramel. Harim. Mushi. Sah. Kareem. Caramel. طيب الآن أريد أن نستعد أنتم الآن في مطعم. Think of yourself, you are in في مطعم. You are in a restaurant. وأنا سوف أخذ الطلبات. I will take your order. طيب أريدكم أن تطلبوا. يعني تفكروا في الأشياء التي تريدونها. Think of the things you want. طيب وأنا سأأتي إليكم وأسألكم ماذا تريدين ماذا تريدين ماذا تريد وأسألكم وبعد ذلك يعني سأحضر لكم الطلبات طيب شكرا طيب. إذا أمامنا نأخذ خمس دقائق طيب no you don't need to write it or you can if you want to yeah that's fine based on these things نعم order pigeon سوف تطلبون الطعام. You are going to order food. نعم. إذا ممكن أن تنظروا في الأكلات وتختار من شو.
قائمة الطعام. قائمة الطعام. 50%. قائمة الطعام. قائمة الطعام. هذه هي قائمة الطعام. هذه هي قائمة الطعام. قائمة الطعام. بالكبد بالكبد والكلاوي. كبد كبد والكلاوي. كلاوي. كلاوي. الزبد الخدا. بالكبد. بالكبد. كبد. كبد. كلاوي. وكلاوي. ممكن أن تطلب شيء. How do you say without? So Victor, maybe you don't want it. بدون. بدون. وانا بولين. أي بعض إذا أردنا أن نسأل do you have how do we say this هل عندك هل عندك هل عندك أو عندك ممكن وعندك إذا كان عندك صح أو هل يوجد نعم ممكن نستخدم كلمة بدون بدون لح هل يوجد سمبوسك بدون لح سمبوسك بالجبنة أو بدون جبنة أو أي شيء يعني. طبق قلنا طبق ممكن طبق سلطة كبير ما معنى كبير أو صغير 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 إذا طيب هذه بعض الكلمات these are will help you with the conversation ساعدكم في الحوار هل يوجد عندكم شاورما بالشاورما في الدجاج. Do you have? معنى تقريبا. بالكبد. 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 Just like totally like went blank. Like my brain just. Just want an empty dish. How about the shorba? I don't know. Why? How about the fatira with spinach? No, I want that right now. Like literally. No. So. No, I did. How about that? Malakish. We stole a lot of words on there, but. Mm-hmm. I didn't know quiche was the... I thought it was like... Quiche is in Latin. My name is Farsi. So we know it. So MVP, Shubusa, Wahid. Or death in Arabic. That's ironic. If you're Christian, maybe you would just say, I'm Jewish, they gave you name. طيب أنا الآن سوف آتي إليكم وأسألكم على طلبات عن طلباتك. I'll ask about your orders. طيب؟ أهلا وسهلا أهلا بي مرحبا بكم في المطعم
شكرا. شكرا. ماذا تريد أن تطلبه؟ How long do دجاج مشوي؟ لا، الحقيقة ليس عندنا دجاج مشوي. بطاطس مقلية؟ نعم، عندنا بطاطس مقلية. أريد بطاطس مقلية. طيب، هل تريد؟ طيب، هل تريد طبق كبير أو أم صغير؟ كبير. طيب. هل عندك لحم كباب؟ 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 نعم. عندنا كباب. نعم. نعم. تريد كباب عيدان؟ طيب. مصنع. هل تريد طبق كباب أم سندويتش كباب؟ سندويتش كباب. طيب. و هل عندك قهوة تركي؟ قهوة تركية. How is it? قهوة تركية. تركية. نعم. نعم. تركية. نعم. أريد قهوة تركية. طيب. طيب. وأنت طيب هل تريد شيء آخر؟ وكريم كراميل. وكريم كراميل. بعد ذلك كريم كراميل. بعد ذلك. بعد ذلك. طيب. طيب. شكرا. أنا عفو. ماذا تريدين؟ هل عندك حمام مشوي؟ حمام مشوي. مشوي؟ نعم، عندنا حمام مشوي. طبق حمام مشوي؟ نعم. طيب، هل تريدين طبق كبير أم صغير؟ صغير. طيب. و مناقيش؟ ومناقيش، طيب. و بيرة. وبيرة. نعم. طيب. نعم. هاي بيرة. ياي. هاي بيرة. طيب. وأنت ماذا تريدين؟ أنا جوعان. أنا أريد. جوعانة. جوعانة. نعم شكرا. هل عندك طبق أرز كباب و الكوي؟ الكلاوي. الكلاوي. نعم عندنا. عندنا أنا أريد. وهل عندك فطيرة سبانخ؟ سبانخ. سبانخ؟ لا ليس عندنا فطائر سبانخ للأسف. وفطيرة هل عندك فطيرة جبنة؟ نعم. أنا أريد. تريدين فطيرة جبنة؟ نعم. وأنا أريد قهوة وبيرة. طيب. شكرا. وأنت يا سيدي ماذا تريدين؟ أريد سبوسة كلحم من فضلك و طبق كباب. طيب. و هو عندك فلافل. هل تريد فلافل؟ أنا أريد فلافل. فقط؟ و طيب ليس عندنا فلافل للأسف ليس عندنا فلافل. هل تريد شيء آخر؟ لا. طبق شوربة. شوربة. طيب طبق شوربة كبير أم صغير؟ كبير. طيب طبق شوربة وقهوة؟ قهوة بالحليب. قهوة بالحليب. طيب. طيب. That's an interesting combo over there. Coffee with soup. يوجد شوربة؟ نعم. هل تريدين طبق شوربة كبير أم صغير؟ طبق شوربة كبير. طيب. وهذا أيضا؟ وأريد سمبوسة بالجبنة. طيب. دجاج مشوي. طيب. بقلاوة. بقلاوة. ليس عندنا بقلاوة.
طيب. Wait, you told me you didn't have dajaj mashwi. Not for you. You could have gotten pigeon. What kind of restaurant is it? Ana tabana. Lil ashra, urid ashay al ashay bal balana. Bil na'na. Bil na'na. طيب حاضر. هذا تريدي. أهلاً بكم. أريد أن أقول فطيرة سبانخ. سبانخ. نعم عندنا فطيرة سبانخ. وأريد أن أقول أسندويش فلافل. ليس عندنا هل تريدين سندويتش فول؟ لا لا ليس أكل لحم أو دجاج هو لا ليس فيه لحم الفول ليس لحم الفول هو بينز هل تريدين سندويتش فول؟ لا طيب هل تريدين سندويتش كبير أم صغير؟ كبير طيب أي شيء آخر؟ ليس بالنشي طيب طيب لا تأكلين لحمة؟ هي لا تأكل لحمة في أكيكا؟ I don't know why I'm so surprised أنت تريد أن تتكلم وهذا جيد تريد أن تتكلم You want to talk It's good طيب I'm on a server or waiter نادل النادل Come on, you didn't learn that from your lady? نادل نادل؟ نعم نادلة نادلة مؤنث طيب هل true that they go like this? أحيانا But that's so bad هل أعجبكم الطعام؟ Did you like the food? No Oh, no لا أنا أريد أن أكل It's already stinking to me إذا نأخذ خمس دقائق I'll give you five minutes break short break please when we come back we can talk طيب so I can have him come out حمام excuse me حمام is that me? حمام is the oh yeah I know what with the shabbat